السلام عليكم ورحمة الله. طبعا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه على أساس وزارة التربية نزلت للصف الثالث المتوسط المواد المشمولة بامتحانات النهائية، بأنه دمج يتم فصل الدمج بين مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد المطلوبة بالتربية الإسلامية. والمواد المهم هذا الكتاب مزور وغير صحيح، وهنا كاتبين اللي بس مغيرين هذا بالتاريخ 11/10/2023. المهم هذا الكتاب غير صحيح، لأن هواية تعليقات جاي تعلق لي صحيحية الوزارة نزلت خبر ورجعت الحذوفات ودمجت التربية الإسلامية واللغة العربية سوى. فنقولهم هذا الكتاب مزور وغير صحيح، وأصلا هاي السنة قالوا ماكو حذوفات، بس ننتظر احتمال أكو تغييرات من وزارة التربية. إن شاء الله تنزل تغييرات وإن شاء الله تنزل حذوفات، فإذا وصلني أي خبر عن الحذوفات عن أي شيء يخص الثالث المتوسط أو يخص المراحل الأخرى ننزلها لكم. المهم خلاصة الموضوع، خلاصة الفيديو، هذا الكتاب مزور وغير صحيح.